وهو الأمر الذي يشهد به الجميع على مدى اهتمامكم ورعايتكم للشباب، وهو ما يظهر جليا في مختلف المجالات. معالي الوزير، تفخر شركة اتصالات مصر بالتواجد بينكم في مثل هذا الحدث الهام الذي يسعى لخدمة شباب مصر، فالشباب هم عماد الأمم وأساس تقدمها، لذلك نحن سعداء وتملأنا الحماسة للعمل معكم على تنمية ومساعدة مجتمع الشباب المصري من خلال مشروع نأمل أن نقدم من خلاله القيمة المضافة الحقيقية للفئة العمرية الأكبر في مصر، والتي تمثل أكثر من 60% من المجتمع المصري، وهي الشباب. معالي الوزير، لطالما سعيت مع معاليك من توليك المنصب لتمكين الشباب من خلال مجهودات مختلفة على كافة الأصعدة وفي مختلف القرى والمدن، وندرك تماماً أن التمكين للشباب لا يكتمل سوى بتوافر الوسائل الحديثة التي تؤهل الشباب للقيادة والتأثير في المجتمع. لذا تسعى اتصالات مصر من خلال هذا البروتوكول أن تكون أحد الوسائل التي تعمل على تمكين الشباب في المجتمع المصري العظيم. وفي النهاية تؤكد اتصالات مصر أنها ستعمل بكل جهدها على إنجاز المشروع في الوقت المناسب من خلال فريق عمل ماهر ومتميز لتوصيل خدمات الاتصالات في مراكز شباب الجمهورية، يهدف دعم ومساعدة الدولة لتمكين الشباب، والذي سينعكس بالتأكيد على دفع عجلة البناء والإنتاج. إن شبابنا النهاردة يريد أن يتواصل مع العالم بشكل مستمر ويومي، سواء عن طريق الأجهزة اللي موجودة معاه أو أجهزة الاتصالات والتليفونات المحمولة. ولذلك إحنا نتمنى أن يكون شبابنا في كل مكان بيتجمع فيه يكون عندنا بنية أساسية معلوماتية من شبكة الإنترنت والواي فاي موجودة في هذه المناطق، لأن دي نقطة مهمة جداً وربما تكون النقطة الأولى لجذب الشباب. إحنا كل اللي نهتم به أن الشباب نقدر نجذبه إزاي للأماكن. بعد ما يتواجد الشباب في هذه الأماكن نقدر نتفاعل معه فنياً وسياسياً ورياضياً واجتماعياً حتى في وجود الأسر المختلفة. فلابد أن يكون عندنا كل عناصر الجذب، وإحنا متأكدين أن النهاردة من أهم عناصر جذب الشباب للتواجد في مكان معين هو وجود الواي فاي بشكل محترم وسريع. وإحنا مش هنلاقي أحسن من شركة اتصالات تكون الشريك لنا في هذا الأمر، لأنها حقيقة من فترة بتتعامل معنا ومن فترة وهي عايزة تقدم كل الخدمات. وإحنا عايزين نقول لشركة اتصالات حاجة مهمة جدا، نحن إن شاء الله سنباهي الأمم بمركز شباب الجزيرة إن شاء الله. ده اللي إحنا بنحاول نعمله ونقدمه، بنعمل مركز شباب على مستوى عالي، وانا سعيد جدا ان اول مركز شباب بهذا المستوى هتغطيه شركه اتصالات هيكون مركز شباب الجزيره، اللي انا متوقع ان حجم التواجد اليومي اللي هيكون موجود فيه باذن الله، لان عندنا كل الوسائل المطلوبه من وسائل ترفيهيه، وسائل فنيه وثقافيه ورياضيه واجتماعيه هتكون موجوده. وعايز اقول لحضراتكم ان اكبر الشركات العالميه حتى في مجال التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات موجوده معانا. الشركات والجهات الثقافية هتكون موجودة معنا، لأن احنا عاملين مكتبة على أعلى مستوى، عاملين مبنى كبير جدا لشركة مايكروسوفت. هنكون كمان معنا شركة اتصالات موجودة في هذا المركز مغطيها كله، لأن هذا المركز مساحته 96 فدان، والإنشاءات اللي احنا بنتكلم فيها بنتكلم على حاجة بتستمر على 60 فدان. فشوف 60 فدان وبتواجد هذه الأعداد الكبيرة من الشباب، هتبقى عايزين تغطية شكلها. واحنا بنقول لشركة اتصالات ان احنا من غير الشركات العملاقة اللي زي شركة اتصالات ما نقدرش نأدي الدور اللي احنا عايزينه، لان شركة اتصالات حقيقة مش بتشتغل معانا بس في هذه المجالات المعلوماتية والشبكات الانترنت، لكن كمان بتدعمنا في النشاط الرياضي. يعني احنا النهاردة امبارح تسلمنا اكتر من 2000 طاقم للملابس من شركة اتصالات، ده بيساعدنا في ان احنا ندعم دوري مراكز الشباب اللي احنا بنعمله. ولما بنبعت لشبابنا، واحنا برضو احب اقول للاستاذ سعيد ان الزملاء في شركه اتصالات لما بعتوا لنا هذه الاطقم من الملابس، احنا قررنا ان احنا نبعتها لجميع فرق الشباب الموجوده عندنا في المحافظات الحدوديه، فبعتنا لاسوان وبعتنا للبحر الاحمر وبعتنا لمرسى مطروح وبعتنا لسيناء. والان نبدا مناسبه تمويل عمل.
والآن يقوم معالي وزير الشباب والرياضة بتقديم درع الوزارة للمهندس سعيد الهمدي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر تقديرا لمجهوداته. والآن يقدم معالي وزير الشباب والرياضة درع الوزارة للمهندس سعيد الهملي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر تقديرا لمجهوده. تفضل.